ونحن قلنا المشكلة دي عشان نحلها لابد نبقى صريحين، لابد الشغلة دي تنكشف، والمرض نقول لك مرض، والعرض نقول لك عرض، عشان بعد ذاك تشوف الحل شنو. وكيف آمن إنسان وهو خائن لربه الذي خلقه؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ناس بيحاربوا في الله ليل ونهار، في ناس بينكروا وجود الله، شيوعيين ملاحدة قاعدين في وسط المجتمع، استغلوا الأوضاع التي مرت بالبلاد ليحاربوا بها الدين. كنا بنعاني من ديل من التصوف والشرك النشره، الآن بقينا نعاني من التصوف والعلمانيين والملاحدة، ناس يسبوا في الدين في التلفزيون. دين محمد صلى الله عليه وسلم لما اتعصرت في كورونا جريت له، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن إحنا حق الله ما أديناه، القبب مبنية والمزارات والأضرحة مشيدة، والناس بيمشوا لها كبار وصغار ومتعلمين، يمشوا يبركوا تحت كرعين الشيخ، يطلبوا المدد ويطلبوا الرزق ويطلبوا العافية ويطلبوا الجنة من تحت كرعين الشيخ، ومرات ميت. بدل ما يعبدوا رب البشر خلوهم يعبدوا المخلوقين تحت شبهة إنه دول أولياء ودول صالحين، وأي شيخ طريقة يقول لك أنا ود النبي، ما في ود أبو لهب، ما عنده تراب أصله، ما في أي شيخ طريقة يقول لك أنا محمد ود أحمد ود جاد الله ود جادين ود حسب الرسول ود فاطمة بنت النبي، وكلهم كذابين، والله كلهم كذابين. السنة نحن ما بندس منها، السنة نحن ما بنخجل منها، السنة نحن ما بنبرر لها، السنة هي الفوق، كلام ربنا سبحانه وتعالى هو البيبش، الداير مرحب به، أما الزعلان الحق ماكرون. المبدين هم الطرق الصوفية ديل قبل الكيزان، الكيزان ما هم إلا تلاميذ، تلاميذ لشيوخ الصوفية. إذا سئلت عرف الكوزنة، تلاميذ لشيوخ الصوفية. أسماء مسلمين، واحد تلقى اسمه عبد الجبار وعبد السميع وهو في الحقيقة عبد لي شيخ، أنتم غثاء كغثاء السيل. يا ناس والله لا تنفع مدنية، عادين كده مش قلتوا حرية؟ هاكم الحرية، لا تنفع مدنية، لا تنفع ديمقراطية، لا تنفع علمانية، ونحن ما بنخاف من أي زول، لأن احنا ما نازلين انتخابات، بيخافوا ديل نازلين انتخابات، خايفين يفقدوا الكوم، يفقدوا الناس، والله انفدتوا كلكم، نحن نرضي ربنا سبحانه وتعالى ده. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أصله لو ما اتفقنا بلدنا دي ما بتمشي لقدام، وإذا ما اتفقنا على ربنا وخالقنا المليك العلي الذي أنعم علينا ما نرى من النعم، لو ما اتفقنا فيه صدقوني ما حنتفق في أي حاجة تانية. وإن ادونا السلطة هسا دي والله نديها شلوت نرميها في البحر، يعني ما لنا علاقة بالسلطة يا ناس، احنا دارين من البشر دي الحاجة واحدة بس، يعبدوا الله ويتركوا عبادة القبب. عشان تيجي تقول لي لا ما الإسلام فشل، احنا دارين نجيب علمانية عشان نبني بها، الإسلام ما فشل، فشلوا الناس اللي قالوا نحن مسلمين، الإسلام ما فشل كويس، ولا العلمانية ما كانت يوم من الأيام هي سبب في بناء بلدة من البلدان الغربية دي. الله كلامه صدق ولا كذب؟ صدق، طبقوا الكلام ده بس، ولا داير لولو كثيرة، اللولو بتاعت السياسيين وسنعبر والأطر ده ما في، في الدين ما في، في الدين في وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.